نظمت مصالح مديرية الحماية المدنية مناورة الهدف منها محاكاة كارثة جوية لاختبار مدى جاهزية أعوان الحماية المدنية وكذا مختلف المصالح المعنية بالتدخل في مثل هذه الحالات. في بداية الأمر تم تفعيل المخطط الاستعجالي للمطار، ثم تمت الاستعانة بمصالح الحماية المدنية، ثم في المقام الثالث تم تفعيل مخطط تنظيم وتنسيق الإسعافات.